سامي، هو انت ليه لسه واقف جنبي متمسك بيا بعد كل القرف اللي انت شفته معايا ده؟ وده سؤال برضو يا سهام. اكيد طبعا عشان بحبك. رغم كل ده لسه بتحبني؟ هو ايه اللي حصل يعني؟ مفيش اي حاجه حصلت، انت بس اللي مكبره المواضيع. اصل انا عمري ما تخيلت ان انا اتحب الحب ده من حد زيك. وانا عمري ما تخيلت ان انا احب بنت كل الحب ده وما ياثرش فيها في حاجه. لا ما تقولش كده. لا طبعا اقول يا سهام. وبعدين انا شايف بقى ان انت تشوفي حياتك بقى. وبعدين ده قاعد في السجن 5 سنين، يعني حياتك معاه انتهت. انا شايف بقى ان انت تطلقي منه وتشوفي حياتك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده خرج ازاي ده؟ مش عارف. معقولة يعني؟ معقولة يكون هرب؟ معرفش. شكله بقى ناوي على شر ومش هنخلص منه بقى. لا 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 ما اعتقدش، ان شاء الله لا. تعتقديش ايه بس يا سهام؟ وبعدين انا مش عارف انت مش عايزه تخلصي منه ازاي؟ ده العصمه في ايدك يا بنتي، ولا في حاجه انت مخبيها عني؟ انت بجد كلمت طارق؟ ورحمه امي اتكلمت معاه وقلت له ان البت بتحبك ومش هتلاقي احسن منها. وقال لي كمان يعني اللي هو في الفتره دي مفيش حد في حياته. بس هو مستني كده اللي هو لما يرجع والامور تظبط معاه وهيجي يخطبك، بس هو مش عاوز يقول لك يعني علشان ما يبقاش بيعشمك وخلاص. ده بجد؟ احلف لك بايه تاني؟ بس بقول لك ايه؟ هو تقولي له اللي انا قلت لك ولا حاجه؟ لا اقول له فين، انا اصلا ما بتكلمش معاه من ساعه المسافه. ماشي. ميرسي قوي يا طارق. دريان. ايه؟ دريان. طب ما انت حلو قوي بتقول دريان. ما انا كنت شايفاك رخم ورزل وبارد ليه؟ انا كنت شايفاك كده في الاول، انا كنت حبيتك انت وخلصت. احترمي نفسك بقى. انت دلوقتي يعني في مقام مرات اخويا. يا سلام، يا عم بهزر. على فين؟ تاني يا خالد؟ ايه ده ابو صلاح؟ راح فين يا خالد؟ ايه ده ابو صلاح؟ ده انا يعني قلت ان انتوا نايمين دلوقتي بصراحه ومش عايز اعمل ازعاج فقلت اتحرك كده وامشي. دي تبقى اغبى حاجه انت عملتها يا خالد. طب عارف؟ نيتي اقسم بالله هاجي ازوركم مره واثنين وثلاثه واربعه، هتزهقوا مني والله. حد قال لك حاجه؟ يعني حد سلمى قالت لك حاجه؟ قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجه بالظبط، بس يعني هي قالت لي ان في شويه مشاكل بينكم انتوا الاثنين، فانا طبعا لان في ظروف وكده فانا مش حابب ابقى معاكم في وقت في مشاكل. الدنيا تتظبط هتلاقيني راجع تاني. خالد احكي لي، والكلام ده هيفضل بيني انا وانت بس. قالوا لي حياتك يا صلاح. حقيقتي. قالوا لك ايه بقى؟ مين اللي قال لك ده؟ تعالى يا خالد، تعالى. عايزك عشان خاطري تحكي لي وتقول لي هم قالوا لك ايه؟ بوعدك. الكلام ده بيني وبينك انت بس. احكي لي. قالوا ان انت شغلك كله شمال في شمال. تهريب وغسيل اموال. وانت اللي خليت ياسين يخطف الطياره. سلمى ما كانتش تعرف كل الحاجات دي. طيب عشان انت راجل صادق معايا انا هبقى صادق معاك. انا اشتغلت في حاجات مش كويسه. اشتغلت شغل مش مظبوط. لحد ما قابلت سلمى. لا لحد ما حبيت سلمى. وبطلت كل الكلام ده. بالنسبه بقى لموضوع ياسين وخطف الطياره اللي ياسين بيضحك عليكوا بيها، فده الانتقام الوحيد اللي ممكن يعمله في الست اللي هي سلمته للبوليس وبوظت عمليته. ما عندوش اي حل تاني غير انه ينتقم منها. وبينتقم ده في حياتها اللي اختارتها معاه. هو ده الموضوع. بس ما تزعلش مني يعني. ياسين اخو سلمى. أكيد مش هرضى إن ياسين أخته. لا. ياسين أوسخ من مدة الحياة. صلاح أوسخ، أحسن، كل الحاجات دي ما تفرقش معايا. أنا جيت هنا عشان أبقى بني آدم، سبت مصر عشان كتر المشاكل اللي كنت متعرض لها.
ما تطلعش في طريق انت وتوقف لي كل حاجه. انا جاي هنا اعتمد على نفسي واشتغل، فاهم؟ بس طيب وهتعمل ايه دلوقتي يا خالد؟ قول لي هتعمل ايه؟ هعتمد على نفسي يا صلاح. نعتمد على نفسي يعني تغسل صحون في مطعم درجه ثالثه مثلا، ولا تعيش انت أربعة خمسة في شقه 30 متر، ولا تحوش لك 1000 2000 دولار كل سنه؟ هي دي الحياه بالنسبه لك؟ هو انت عايز مني يا ابو صلاح؟ بصراحه بصراحه انا عايزك ترجع مصر. ما هو يا ترجع مصر يا تشتغل معايا، وهكسبك 100 مره اكتر من اللي كنت تتخيله. واوعدك لا هنشتغل في حاجه غلط ولا شمال ولا هنضر حد. انا عايزك معايا يا خالد. صلاح هو انت عايزني ابقى ياسين التاني؟ هو اللي انا بعمله ده يجي حاجه جنب اللي انت عملتيه فيا زمان؟ اه يبقى بقى مش ناوي تنسى صح؟ بص يا منار، الراجل ممكن ينسى ويسامح في اي حاجه ما عدا الحاجات اللي ليها علاقه بالشرف والنخوه والرجوله والحاجات دي، فاهمه؟ افهم من كلامك كده انك مش ناوي تسامح. وحتى لو سامحت هيحصل ايه؟ نرجع زي زمان، ترجع هاني اللي انا عرفته، هاني اللي ملوش في الشرب ولا في سهر ولا في بنات. أوعدك هيحصل قريب. بجد؟ وحياتك عندي يا منار، أنا زهقت من النايت لايف دي وحاسس إنها هتجيبني ورا. ده أحلى خبر سمعته من يوم ما سيبنا بعض. لو لسه في خبر أحلى هيفرحك. إيه هو؟ أنا بدأت أجهز عيش الزوجية. أنت مامتي هتطير من الفرح. وانت كمان هتفرحي لما تعرفي ان انا حددت كمان ميعاد الخطوبه. لا لا انا مش عايزه خطوبه، انا عايزه كاتب كتاب على طول. ايوه بس هي عايزه. مين دي؟ ماما؟ ايمي. مين ايمي؟ ايمي خطيبتي. هي زمانها جايه دلوقتي. اتاخرت عليك؟ لا يا حبيبتي. منار صديقه قديمه، ايمي زوجه المستقبل. انت السبب في كل حاجه، انت اللي اهملتني، ما كنتش حنين عليا وطول الوقت مش موجود، وحتى لما بتبقى موجود بتبقى مركز في اي حاجه تانية غيري، وانا طول الوقت بسمع كلام يجنن اي واحده. الباشا صاحب دي وخارج مع دي، وبرغم كل ده انا ما عملتش حاجه. ايه؟ ما عملتيش حاجه؟ ايوه ما عملتش حاجه. انا ست محتاجة المشاعر وكلام حلو، ده كان مجرد كلام. محتاجة راجل يحسسني اني ست. سوزي انا خليتهم يدخلوكي عشان ام بنتي ما ينفعش تقف في الشارع زي الشحاتين. شوفي عايزة كام وانا هخلي الحسابات يصرفولك اللي انت عايزاه، بس يا ريت يبقى مبلغ بسيط عشان انا الدنيا كلها واقعة معايا. مش جاية هنا عشان أشحت منك، أنا جاية عشان تسمعني، عشان تفهم إن اللي حصل ده كله بسببك أنت. أنا لا قادر أسمع ولا قادر أفهم. أنا بعدي بأصعب وقت مر عليا في حياتي، ومش ناقصك ولا ناقص أي حد غيرك. عايزة قرشين روح الحسابات، عايزة ترغي شوفي حد غيري احكي له قصة حياتك المأساوية، بس بعيد عني. ودلوقتي اتفضلي برا. والنبي عم مدبولي، والنبي قبل بطه، والله انا لو سهام بعدت عني انا هيحصل لي حاجه. يا توني انت وعدتها كتير انك هتتغير وما بتتغيرش. يا ابني ده كل يوم ويوم بيطلع لها مصيبه شكل بسببك. البنت شافت الويل معاك. والله انا من بكره هبقى حد تاني، اقسم بالله لو طلبت مني ان انا اقعد بقيت عمري تحت رجليها والله ما هتاخر. هي مش عايزاك تعمل كده يا توني، هي عايزاك بني ادم عادي تاخد بالك منها ومن بيتك، تشتغل شغلانه محترمه
وتبطل الحرام وتبعد عن الغلط. من بكرة هشوف لي شغلانة تانية وهبطل كل حاجة. يا ابني الموضوع مش بالسهولة دي. فعلا سهام تعبانة معاك. طيب سيبها ترتاح شوية. طب توعدوني ان انتوا هتتكلموا معاها؟ مالك بس يا ريس؟ شكلك مش عاجبني خالص. مش هقول لك بس يا هاني، الدنيا اليومين هذول مو مضبوطه معي حتى الناس اللي اشتغل معاه. ليك فضل الشرطه. راجل كبير اللي اشتغل معاه عنده مشاكل مع الشرطه ومبين ان البساط بينسحب من تحته. طب ما يتسحب وانت علاقتك؟ اي واحد يمسك مكانه حيجيب جماعته، واحنا لازم نعمل حساب هذا من الحين. تمام، اعتبره حصل. لازم نعمل عمليه نامن فيها نفسنا اليومين دول يا هاني. تمام يا ريس. في امير في ماربيه، يعني في اسبانيا، قاعد ياثث قصره ومحتاج شويه اثار اسلاميه. والحاجات دي جاهزه؟ طبعا جاهزه. مع الواد زين برضو؟ لا لا لا، زين فلسع من زمان مع واحد تاني. ابيك تقعد معاه تخلص معاه وتشحن على طول. هيخلصوا على كام؟ 750,000 دولار. انا جاهز. وانا جاهز. والفلوس موجوده. شوف الشنطه دي، هذه الجنطه فيها الفلوس وفيها عنوان السمسار وفيها عنوان قصر الامير. طب معلش يا ريس اسالك سؤال يعني. تفضل. هو الحاجات دي هتباع للامير بكام؟ ب6 مليون دولار. هو انا هيطلع لي كام؟ 50,000 دولار. مش قليل هاني، هنطمع من دلوقتي. انت عملت ايه يا مجنون؟ يا سلمى كان لازم اتكلم معاه، وبعدين ما فيهاش مشكلة يعني، انا ما قلتلوش حاجة غلط، قلت له ان انتوا خايفين عليا منه. ايه اللي خلاك تعمل كده يا خالد؟ عشان ما بقتش فاهم حاجة يا سلمى، خلاص، كل المواضيع عكس بعض دلوقتي. وانت عايز تفهم ايه دلوقتي؟ يا سلمى لما الراجل ده دلوقتي زي الزفت، انت قاعدة معاه ليه؟ أنا ماشية يا خالد. ماشية ومش راجعة تاني. ماشية رايحة فين يا سلمى؟ اسمع يا خالد من الآخر. أنت لازم تمشي قبلية. لو فضلت تحت إيده هيخلص عليك. مش هروح فين؟ انا هقعد كل شويه اسافر واتنيل بقى. ما تقلقش يا خالد، انا مقدره لك كل حاجه. انت هتطلع من هنا على بلد تانية، انا هعمل لك هناك شقه وشغلانه وهديك فلوس كتير قبل ما تروح. المهم اول ما توصل هناك تطمني. يبقى روح بقى اقول له. ها خلاص يا سلمى، ربنا يخليك ليا يا سلمى. خلاص انا السفارات اصلا اشتكت مني دلوقتي. خلاص خالد اوعى تكون زعلان مني. انا بعمل كده عشان خاطرك. خلاص بقى، ايه بقى مزعلنيش. اتعدى ده مش مكفيه ان هو بيعطل لي شغلي وبس، ده كمان بيسرب اخبار ان الالبوم مش هينزل دلوقتي بحجه ان الاغاني مش عاجباه، ان انا ما بقتش مركز. طيب روق بس كده الاول. انت متاكد من الكلام ده؟ انا شفته بعيني، مبعوت لكذا صحفي. طب هو ايه مصلحته ان هو يعمل حاجه زي دي؟ مش عارف، في حاجه مش مفهومه. طب ما يمكن الاغاني مش عاجباه يا شريف. مش عاجبه مين؟ نصر؟ هو ده بيفهم حاجه اصلا؟ وبعدين انا من ساعه ما اشتغلت معاه وانا اللي بختار الاغاني وانا اللي بسمع وانا اللي بنفذ الالبوم وانا اللي بعمل كل حاجه، هو لا بيسمع حاجه ولا بينيل. طب ما تواجهه بالكلام ده. فكرت اعمل كده، بس في متعهد صاحبي كلمني من يومين وقال لي ان نصر كلمه وطلب منه ان هو يركني على الرف شويه. يعني ايه؟ يركني على الرف يعني يسوق لمطربين تانيين، يعني لو حد جاله طلب شريف امام في فرح ولا في حفله يقول له لا سيبك منه، خد فلان احسن او خد فلانه احسن منه. ايه الوطيان ده؟ لا هو من ناحيه وطي هو اوطى من كده بكتير، بس انا عمري ما تخيلت ان هو ممكن يعمل كده معايا انا. مالك يا حبيبتي في ايه؟ اتكلمت مع بابي في موضوع جوازنا. مع نفسك كده من غير ما ترجعي لي؟ مش دي مشكلة يا مؤمن. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة هو رفض يساعدنا. تاني حوار يساعدنا؟ أنا مش قفلت الموضوع ده قبل كده خلاص؟ آه يا مؤمن أنت قفلته، بس أنا ما كانش ينفع ما أعملش كده. طيب الراجل يقول عليا إيه دلوقتي؟ ما قالش حاجة. لا طبعًا أكيد قال، ولو سمحتي يا حبيبتي ما تتصرفيش تاني من دماغك، وأنا لما أبقى مستعدة أتجوزك هبقى أقول لك. شوية سندوتشات جبنة سايحة عدالة. تسلم ايديك يا أستاذ. الله يسلمك.
ايه رايك بقى في الشغل اللي حاصل؟ انا مش فاهم حاجه من الارقام اللي انت كاتبها دي. هفهمك، احنا دلوقتي عندنا المكتبه اللي تحت دي صح؟ وعندنا كمان 4 بارتيشنز، واحد في ستارز، واحد في الشروق، واحد في الجامعه بتاعه التجمع الخامس، أيوة. وواحد في النادي. مظبوط. حلو. المكتبه الشهر ده عامله صافي ربح 8000 جنيه، وكل بارتيشن من دول عامل 10000 جنيه. ايه انت عايز تفهمني ان الاكشاك اللي بتعملها في المولات دي بتكسب اكتر من المكتبه اللي تحت؟ اه والله. قاعد تكون بتبيع حاجه كده ولا كده؟ هكون ببيع فيها ايه يعني يا بابا؟ يعني سجاير، حلويات. سجاير حلويات؟ اتقال انت بس يا فوقش، والله العظيم هقفشك فلوس زي الرز. ايه اقفشك ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ في واحد بيشتغل في الثقافه يقول اتقال واقفشك؟ انت بتشتغل في سوق خضار ولا ايه؟ ما هي دي لغه العصر يا فوقش، اهم حاجه اللي احنا معانا فلوس. ماشي يا سيدي. فلوس. صباح الخير. صباح النور. من عاب ابتلى. من عشر قوم تقصد. خالد مشي يا عمري. فعلا ليه؟ اعتقد ان هو ابتدى يشوفني ان انا راجل وحش، بخلي الناس تخطف طيارات، بدمر مستقبل الشباب الغلبان، بضحك على بنات الناس واتجوزهم، وزعيم عصابه، وحاجات وحشه بقى كتير مني. مين اللي قال الكلام ده صراحه؟ الكلام ده يا روحي هو اللي انت مقتنعه بيه. انا؟ اه يا حياتي. مين اللي قال الكلام ده؟ خالد اخوكي؟ هو ما قالكيش ولا ايه؟ لا ما قاليش. ده انت قابلتيه و وخالتي صدق ومشي. الصراحه يا صلاح كنت لازم اقولك. واعتقد برضو انك لازم تقولي لي ان انت مش شايفاني احسن راجل في الدنيا، ما تمثليش عليا وتقولي شايفاني راجل وحش. وانت كنت لازم تقولي ان انت ورطتني في العمليه دي عشان ما فلتش من تحت ايدك، وان ياسين اخويا خطف الطياره وانت كنت عارف كده. كل الكروت اتكشفت. يبقى نلعب على المكشوف. ممتاز. طيب اعتقد بقى ان احنا ايه نتكلم جد شويه. هعملك درينك. عايزه تعملي ايه يا سلمى؟ شايف ان احنا ممكن نعمل ايه مع بعض؟ انا المفروض اقول لك يا صلاح ان احنا نتطلق وكل واحد يروح في حاله، بس انا مش هقول لك كده علشان انت لا هتسيبني ولا هتطلقني ولا هتقدر تستغنى عني، وانا كمان زيك بالظبط. نعمل ايه؟ هنفضل عايشين مع بعض عادي. كل اللي هطلبه منك ان انت تديني فرصه اصفى من ناحيتك. عين العقل. عين العقل يا سلمى. بس ليا طلب. ايه؟ اهلي. مالهم؟ مالكش دعوه بيهم خالص. ما تجيش ناحيتهم. بس كده؟ حصل. وحاجه كمان. عايزه اشتغل معاك. اهلا اهلا يا منار. ايه ده؟ شلونك؟ انت هنا صدفه ولا مستنيني؟ لا مستنيك. اتصل فيك كده مره ما تردين علي. غيرت رقمي. عايز ايه؟ قولي لي هاني وين القاه؟ ما اعرفش، مش عايزه اعرف عنه اي حاجه. هو في حاجه ولا ايه؟ طبعا في حاجه. اعطيته فلوس علشان يعمل لي شغل، لكن للاسف اتصل فيه ما يرد علي، بعدين تفاجأت انه غير رقمه وغير اوراق الشركه. والمبلغ ده كبير؟ طبعا كبير. يبقى اشتغل اكو خاله. نعم؟ يعني هو ممكن يسوي كذي؟ هاني الجديد ممكن تتوقع منه كل حاجه. البركه فيك يا استاذ، انت السبب في ده. زين قولي لي الحين وين القاه؟
الله أعلم. سبحان الله، لازم فعلا يجي وقت ويتقلب فيه السحر على الساحر. ربنا كبير. سبحانه، لكن الحنتي شمتانه فيني؟ طبعا شمتانه وفرحانه كمان. في ايه يا استاذ؟ هو انت نسيت انك سبب كل حاجه حصلت له حصلت لي ولا ايه؟ لا اله الا الله. عمر، هو انت مالك متغير معايا بقالك فتره كده؟ لا مفيش. وبعدين هو انت ما بتزهقش من السؤال ده؟ لا بجد يا عمر، في ايه؟ عايز اعرف ايه؟ طبعا عايز اعرف. في نسيتك كنت عايز تديني كتف من القضية بتاعت ياسين وكنت عايز تشيلها لوحدك. أنا؟ مين قال لك كده؟ اللي قال لي هو اللي أنت رحت قلت له إن أنا ياسين جالي البيت واستقبلته عادي وسبته يمشي. لا لا لا، أنا ما قلتش كده بالظبط. لا قلت كده بالظبط. ولولا إن الناس بتحبني كان زمان اتأذيت. عمر، الكلام وصل غلط. يا سيدي حتى لو صح عادي. طيب سيبك من الكلام ده دلوقتي، أنت عارف إن دي ناس عايزة توقع بينهم. المهم قول لي عملت إيه مع سلام؟ خليها توقع صراحة. جات لكم الجهاز. طب دي ازاي بقى؟ صدقتوها يعني ولا هي جات لوحدها؟ سوري يا حبيبي، معلش الحمام اصله كان زحمة قوي. ف ولا يهمك يا روحي. عارف يا سلمى، انا قاعد ابص كده حواليا بقول بفتقد اللحظات اللي احنا كنا فيها بنخرج لوحدينا. فاكرة في الأول أنا وأنتي بس كنا بنخرج كتير لما الحياة كانت أبسط. كانت فعلا أجمل لحظات حياتي. كانت؟ ليه كانت؟ عشان زي ما أنت قلت كانت أبسط بكتير. سلمى، هو أنا خذلتك؟ صراحة أنا عايزة أقول لك على حاجة مهمة أوي. قول. أنا لما نزلت مصر الضابط اللي اسمه عمر اللي كان بيحقق مع ياسين استدعاني عنده. أنا عارف يا سلمى، أنا عارف إن هما استدعوكي وإن عمر قعد معاكي وحاول يجنبك عشان توقعيني وتسلميني تسليمة هيك. عرفت إزاي يا حبيبي؟ عشان أنت كنتي صريحة معايا، أنا برضه هبقى صريح معاكي. عمر كلمني وقال لي. سلمى عاملة ايه؟ طمنيني. بعتك؟ بعتك فين بس؟ والله العظيم ما اعرفه. ممكن تهدي؟ أقفل قضية إيه بس؟ يا بنتي استحالة يكون عارف. أنا متأكد إن في حاجة غلط. ممكن يكون بيجسم قبضك أو بيقول لك أي كلام. طب إيه دي؟ إيه ده عشان أعرف أتصرف؟ أنا هاجي لك. يعني إيه ولا عايز أنا أجي ولا عايز تعرفيني تاني؟ طب هتعملي إيه ولا هتتصرفي إزاي طيب؟ سلمى. سلمى. يعني عايز ايه يعني؟ عايز نرجع زي الاول. ولاد عم، قلبنا على قلب بعض. انت هتمثل؟ انت عمر ما كان قلبك عليا. ولا انا كمان كان قلبي عليك بصراحة. اللي بينا كانت مصلحة وراحت لحالها. واللي رجع لك المصلحة دي تاني؟ هقول له مش عايزها. اسمع بس من اخوك، المرة دي مصلحة كبيرة قوي قوي. يعني ايه؟ يعني ما بنتكلمش في 15 مليون. بنتكلم في 50-60 مليون. ازاي؟ رخصة هدم للبيت ونبيع الارض للمستثمر يطلع بفندق. انت عارف ان الارض بتاعتنا دي في احسن مكان في مصر الجديد. عارف المتر وصل لكام؟ يكشي يكون المتر بمليون جنيه. قصدك ايه؟ مش لاعب. والجديد بقى اللي مش هخليك انت كمان تلعب كمان. ده من امتى ده؟ من دلوقتي، من ساعة ما اخويا كان هيموت وانا كنت هكون السبب. قلبك ضعف ولا ايه؟ ضعف مع اهلي، وقوي وقسي مع اللي هيفكر يلمس شعر منهم. طب وهو ما حاولش يكلمك او على الاقل يروح يتحايل على اهلك؟
يعني هو بيحاول بس انا مدياله وش خشب، خصوصا ان بقى وحش من الاول. طب واحنا هنخلص من الفيلم الهندي ده امتى؟ يعني قريب هو هيفقد الامل ويزهق. طب وانا وانت يا سهام اخبارنا ايه؟ اخبار ايه؟ يعني هتركزي معايا امتى؟ ما انا مركزه معاك يا حسن. لا انا اقصد هتهتمي بيا امتى؟ نقرب من بعض شويه، نبص لمستقبلنا، وبعدين تنسي اللي فات ده خالص ونخلص بقى من الزفت ده. جنتلمان، انا عارف طبعا ان كلكم مستغربين في وجود سلمى. سلمى معانا في الاجتماع ده مش بصفتها مراتي، سلمى بقت شريكتي في الشغل ودراعي اليمين. كلكم عارفين كويس ان الفتره اللي فاتت البوليس عينوا عليا لدرجه ان هم قاموا بتفتيش بيتي، والمعلومات اللي عندي بتقول ان هم هيفضلوا مركزين معايا الفتره اللي جايه. عشان كده انا بطلب منكم ان كل العمليات اللي جايه اللي هتقوم بيها سلمى، كلكم تعرفوني كويس وبيننا تاريخ طويل، عشان كده انا بطلب منكم ان انتوا تثقوا في سلمى بالظبط زي ثقتكم فيا. البوليس ابتدى يتابع حساباتي في البنك اللي هي حساباتكم، مش كده وبس، ده ابتدى يربطوا بينها وبين حسابات شركات الاوفشور في الكيمن ايلاندز وموناكو. انا بقى قررت انقذ الفلوس دي بعمليه مضمونه 100%، تفاصيلها ومعادها في الملف ده. انا كل اللي محتاجه منكم انكم تساعدوني اخرج الفلوس دي كلها في مره واحده من البنك. لازم الفلوس تتسحب وتتحول من كل البنوك في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، والباقي تسيبوه عليا انا. ما جايز يكون بيلعبها. يلعبها ازاي؟ ده انا بقول لك قال لها اسمي. طيب ما جايز هي تكون بتحور او جايز تكون بتلعب على الناحيتين. لا سلمى ما بتعملش كده. ايوه طيب يا عمر هيكون عارف منين؟ طيب ما هو ده اللي مجنني. مصيبة يا عمر لما نكون متراقبين او يكونوا بيتجسسوا علينا. هو ده اللي قلقني يا ياسر، ان احنا نكون مخترقين او يكونوا مثلا مجندين حد عندنا. ما اعتقدش، دي حاجة من رابع المستحيلات. الشغل هنا علمني ان الحاجة اللي من رابع المستحيلات هي اول حاجة لازم تشك فيها. طب وانت هتعمل ايه؟ مش عارف، هي شاكة فيا جدا ومتخيلة ان انا بعتها، عمرها ما هتثق فيا تاني. طب تفتكر هي هتعمل ايه؟ حاجة من الاتنين، يا اما هتخلع منه يا اما هتنفذ له اللي هو عاوزه عشان تدقي شره. طيب وانت ميال لايه فيه؟ تخلع منه. تفتكر يا شيف انا ممكن اعمل فيك كده؟ يا ابني انت اخويا، وغير انك اخويا بذمتك عمرك شفت منتج بيسوق سمعه البضاعه بتاعته؟ ما ده اللي مجنني يا نصر. لا يا شريف، ده اللي يخليك تشيل كل الجنان ده من دماغك. اعتبرني شلت العك ده من دماغي ومش مصدق اللي وصلني. ممكن اعرف الالبوم ما نزلش لحد دلوقتي ليه؟ ما انا قلت لك يا شريف. كلامك مش داخل دماغي يا نصر، وبصراحه انا شايف ان ده انسب ميعاد ينزل فيه. يوه براحتك بقى. يعني ايه؟ يعني مش هينفع انزل بالالبوم في الوقت اللي انت عايزه. خلاص نفسخ العقد اللي ما بيننا، وشوف تكلفه الالبوم كام وانزل بيه مع اي شركه انتاج تانيه. بقول لك ايه يا شريف؟ تفتكر لو في منتج مع مطرب موهوب وناجح زيك، يعني فرخه بتبيض له دهب، هيسيبه بكل السهوله دي؟ يعني انت ولا عايز تفسخ العقد ولا عايز تنزل الالبوم، امال انت عايز ايه؟ عايزك تهدى يا شريف وتسيب كل شيء لاوانه. معلش ياسين، انا هتقل عليك، عايزك تساعدني اني اعرف اخد حقي مني من صلاح. تقلقيش يا سلمى، انا مش لوحدي. دي الفلاشه اللي عليها الفلوس، هتعرف المكان اللي تاخد منه الفلوس وهتوديها فين. عايزك تاخدها وتخبي الفلوس والنبي ياسين، هي دي الطريقة الوحيدة اللي هقدر بيها أخلص منه. أنا هخلص العملية دي. مش عايزك تزعل مني إن أنا شكيت فيك. أنا مقدرش أزعل منك أبدا. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. سلام. سلام. يا
استحاله البيت ده هيطلع له رخصه هبه. بعدين انا محتاج الرخصه دي امبارح قبل النهارده. بص يبقى كده قدامنا طريقين. ايدي على كتفك. اول طريق احنا ممكن نضرب في اساس البيت ونبلغ الحي ان في مشكله كده ممكن تحصل للسكان، وده صعب جدا. طب والحل التاني؟ هتدينا نص مليون والراجل اللي بيخلص الرخصه نص مليون. ده كتير قوي يا متر. كتير ايه يا زين؟ هو مليون جنيه بيعمل حاجه في الزمن اللي احنا فيه ده؟ بقى انت لما تنزل البيت هتبيع الارض بقد كده يعني. جرى ايه؟ هو انت هتفضل تتنطط لي هنا كل يوم والتاني؟ سيبك من هالكلام الفاضي. هاني كلمك؟ ولا كلمني ولا هيكلمني. كل اللي بيني وبينه انتهى خلاص. طيب قولي لي وين القاه؟ تلاقيه زي ما تلاقيه وانا مالي. لو سمحتي اعطيني عنوان بيته او عنوان بيت هلا. انت بتهزر. وديك عنوان ولا عنوان اهله بتاع ايه؟ كنت صاحبي حضرتك مثلا ولا كنت زميلي في الثانويه؟ سمعيني يا منار وارجوك توصلي لي الرساله هذه. قولي له اذا انا دورته بروحي ولقيته ابهدله، واذا ما رجع فلوسي اقتله. يتقتل؟ طبعا. انت فاكر نفسك عايش في غابه ولا ايه؟ سمعيني ارجو ان توصل له الرساله هذه. بجاحه دي؟ طب مش هوصل له حاجه. يكون في علمك لو انت فكرت تيجي جنبه انا اللي حقتلك، ومش انا لوحدي، انا وسلمى وصلاح. وتعرف كويس قوي ان انا لو كلمتهم وحكيت لهم اللي انت بتقوله ده ممكن يعملوا فيك ايه. سبحان الله، بعد البهدله اللي بهدلك واللي سواه فيك ليه الحين تخافين عليه؟ اه ولو عمل اكتر برضه هفضل اخاف عليه. اللي بيحب حد عمره ما هيرضى بالاذيه حتى لو شاف منه المر. خلاص يا متر، اعرض الشركه للبيع. انا عملت كل المحاولات وللاسف كلها فشلت. والله يعين العقل يا مراد بيه. بس المهم ان سعر البيع يغطي المشاكل والمبالغ اللي عليا. لا من ناحية دي اطمن، ان شاء الله هتغطي وهتفيد فلوس كمان. تمام كده، خد اجراءاتك في تقييم السعر واعلن على طول. طيب حضرتك في ناس حابب ان هم ما يشتروش الشركة او حتى يتقدموا بعروض للشراء؟ لا، افتح للكل واللي يدفع اكتر يشيل. مش تعزمني على قهوه؟ اتفضل. ايه بقى؟ سامع ان انت بتدور عليا وقالب الدنيا وبتقول ان انا لو ما رجعتلكش الفلوس هتقتلني. الكلام ده حقيقي ولا منار بتفتي؟ لا منار ولا غير منار يفتون عني شيء. الكلام هذا صحيح. يلا اقتلني. ولا اقول لك على فكره قاسيه، خدني عندك في السويت فوق وزقني بقى من بلكونه وقول ان انا انتحرت. خليك من هالكلام الفاضي هذا. ولا فاضي ولا مليان، مفيش بيني وبينك كلام. لكن بيني وبينك فلوس. ولا كلام ولا فلوس. نعم، والفلوس اللي خدتها مني حقي. حقك؟ حقك في ايه؟ حق اريالتي. ولا انت بتقليل الناس ببلاش؟ انا اريالتك؟ طبعا. امال انت شغلتني عندك ليه؟ مش عشان تعرف تضغط على منار؟ مش عملتني كوبري؟ اسمع يا هاني، اللي سويته هذا كله بمزاجك. تمام، بمزاجي. بس ايه المقابل بقى؟ الفلوس اللي خدتها مني. مش كفايه؟ شنو مو كفايه؟ وعلى كيفك. انت تعتقد منار هذه تسوى المبلغ هذا كله؟ منار ما تسواش عندي ربع جنيه مخروم، بس اريالت انا بقى تسوى كتير. وليش بالله اريالتك تسوى كتير؟ لأن عمري ما حد قريلني، ولا عمري فكرت إن أنا أشتغل إريال عند حد. فلما حد يشتغلني ويخليني إريال غصب عني طبيعي يبقى المقابل كتير. اسمعني يا هاني وفكر في الكلام اللي قاعد أقوله لك. لا تلعب معاي اللعبة هذه. اللعبة هذه خطر على حياتك، فهمت؟ والله أنا شايف بقى إن الفلوس كافية وتخلي الواحد يخطر على حياته عشان خطرها. عادي، تلميذك وانا جاهز لاي حاجه انت هتعملها. وعامه ده رقمي عشان ايه ما تقعدش تطلع اشاعات وتقول ان انا هربان منك. كلام لهبل ده انا ما بحبوش. كلمني في اي وقت. سلام يا نيفو. سلام يا نوفي. هين الايام بيننا.
الاولاد بال والله مفكر عم تفكر بالمليون؟ لا والله خطر لي ابن ابني ابن ابنك أيوة الكبير هذا كبير صغير 7 اشهر 8 اشهر سعودي ايه يا سيدي ازيك يا بابا عندك بعض وسيلتين مساعدة عارف. عندك الجمهور وعندك المستشار نعم بقى هلا انت نسيت حاجة بس في الأوضة معلش 11 يكون معناها عندك بعد سؤالين للمليون 11 قيمة السؤال مالك تعال هو مفيش حاجة هو جاي اهو سؤال اتفضل يلا تكرم عليك يلا أوه. أحد هؤلاء أصبح حذاؤه إيه؟ أشهر اسم نوم ولا إيه؟ من هو؟ لا مفيش ما مالكش مبسوط إيه؟ بهلول تحلم أحلام مزعجة ولا حاجة؟ أبو القاسم الطنبوري في إيه مالك؟ أبو الفرج بص يا بابا وأنا عايز أكلمك في حاجة أيوه بس أنا بصراحة خايفك تزعل مني أزعل منك إزاي يعني؟ عملت إيه بالظبط؟ بص بابا أنا عايز أتجوز إيه؟ عايز أتجوز هو عايز تتجوز؟ إزاي يعني؟ أنت لسه لا اتخرجت من الجامعة ولا اشتغلت ولا حاجة خالص يا بابا أنا عايز أتجوز دلوقتي إيه تتجوز؟ تتجوز دلوقتي فيه حصل حاجة لا يا بابا الموضوع مش كده خالص الموضوع ايه؟ تتجوز ازاي؟ بعدين تتجوز وانت لسه لا اتخرجت من الجامعة ولا بتشتغل مين اللي هترضى بيك عشان لا البنت اللي هترضى موجودة وموافقة حتى لو هي موافقة اهلها مش هيوافقوا لا ما انا هقنعهم حتى لو اقنعتهم انا مش موافق ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ بابا من فضلك حتى لو انت مش موافق من فضلك فكر تاني عشان انا مصمم على الموضوع ده مصمم ازاي؟ مصمم ازاي يا ابوي؟ يا ابني انت لا اتخرجت من الجامعه ولا اشتغلت هفترض جدلا ان احنا جهزنا لك شقه وجوزناك هتصرف منين؟ مش في منطق يعني لا يا بابا احنا مش عايزين لا شقه ولا مصاريف ولا اي حاجه منكم خالص احنا بس عايزين موافقتكم بودي عايز تتجوز What do you mean the money is not there? The money has to be there. Are you sure? I'll call you back. في ايه؟ تليفون فيه مثلا كارثه الفلوس ما وصلتش في حد كان عارف تفاصيل العمليه وسرق الفلوس قبل ما تتسلم وانت مش عايزه تقولي لي حاجه؟ فلوسك معايا صلاح بس انا مش هرجعها لك غير بشرط واحد انت بتقولي ايه شرط تطلقني ولو قلت لك بقى خلي الفلوس معاكي ومش هطلقك هقول ان ده كذاب لان السيوله اللي معاك ما تكفيش وهم كمان غدروا بيك من ساعه ما بعتوا لك البوليس هنا ومستنيين لك غلطة واحدة ولو قلت لي بقى تعالي من سلفات وتهدي كده يا سلمى وتروقي ترجعي فلوس ونقعد نتفاهم على فكرة أنا كنت ممكن أخلعك بس فكرت هقول إيه في المحكمة جوزي مهرب لو إيه كمان خلاني هربت معاه سلمى أنا بحبك وأنا بكرهك بكرهك من اللي انت عملته فيا وعملته في اهلي هي كلمه واحده تطلقني فلوسك ترجع لك انا مش هطلقك وانا مش هرجع حاجه طب رجعي فلوس وانا طلقك تطلقني فلوسك ترجع لك طب حتى لو عايز اعمل كده انت قدرت بقى مره مش هدور بيها مرة تانية
بتعرف كويس قوي ان انا مش ماديا. فلوسك قدام طلاقي. انت طالق يا سنة. انت طالق. ثانية يا جماعة عشان شكلها يبقى فيها سين النهارده. ايه مؤمن؟ احنا بنخرج اهو. وما عاملين فيها بقى مكتئبين ومش بنرد على حد في التليفون ومش بنشوف حد. حبيبتي دي أول مرة أخرج من فترة. لا بجد والله؟ آه والله ما أنا حتى خارج لوحدي أهو. ماشي يا مؤمن. دلوقتي مؤمن من الآخر. أنا حاسة إن أنت متغير من آخر مرة احنا اتكلمنا فيها. اتغيرت إزاي يعني؟ متغير يا مؤمن، مش بترد على التليفون، بتخلص رحلتك وتروح على طول من غير ما تعدي على الشركة زي الأول. أنا قلتلك اللي أنا مودي مش لطيف اليومين دول خالص. ماشي. أنا بقى محتاجة أعرف احنا هنعمل إيه في موضوع جوازنا ده. حبيبتي موضوعنا ما بقاش واقف على اللي احنا هنتجوز أو لأ. بقى واقف على إيه؟ أنا اتكلمت مع أهلي في موضوعنا. كويس؟ وقالوا لك إيه؟ بصراحة؟ يا مؤمن بصراحة الحاجات دي فيها هزار. مش موافقين أصلا. ليه؟ هما يعرفوني أصلا عشان يوافقوا ولا ما يوافقوش؟ ما يعرفكيش، بس هما رافضين فكرة إن أنا ارتبط بواحدة مطلقة. أصلا؟ بس ما تقلقيش، أنا لسه بحاول معاهم. طب هو أنا عندي استفسارين معلش. الاستفسار الأول هو انت صغير عشان اهلك يمشوا كلامهم عليك، والاستفسار التاني والاهم بقى، وانت ما كنتش عارف ان دي طريقه تفكيرهم من الاول يا مؤمن؟ وانا اعرف منين؟ انا عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انا اتكلم معاهم في حاجه زي كده، عشان كده اتصدمت. باين فعلا ان انت مصدوم. انا اروح اقعد مع اصحابي. مصدوم قوي. أنا اتطلقت يا سين. مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك وغمى ونزاحك. الحمد لله. الحمد لله. يا سين أنا عايزاك تبعت له الفلوس، أنا مش عايزة أي حاجة من خلقته. لا لا لا، فلوس إيه اللي نبعتها؟ دي حقك يا بنتي. يا سين إحنا مش عايزين أي مشاكل معاه، أنا عايزة أخلص منه. لا ما تقلقيش، أنا مظبط كل حاجة. أنا هطلع على بلد تانية وهبعت لك الفلوس بطريقتي. بلد تانية؟ هو احنا مش هننزل على مصر؟ ما ينفعش يا سلمى انزل مصر، ما انت عارفة ان في قضية مفتوحة. ايوه يا حبيبي، ما احنا ان شاء الله لما نسلمه من الناس دي كلها انت هتبقى مجرد شاهد. هم وعدوني ان انت هتاخد حكم قليل قوي بإذن الله. سنتين تلاتة ويعدوا. تفتكر يا سلمى؟ طبعا يا حبيبي، انا لا يمكن اسيبك واتخلى عنك ابدا. ماشي ماشي، انا هبقى اظبط ده معاكي انا وانتي وعمر، نظبط الدنيا ونشوف هنعمل ايه. ايوه كده، ربنا يهديك. خلي بالك من نفسك. متقلقيش، خلي انتي بالك من نفسك. لا اله الا الله محمد رسول الله. فين الفلوس يا ياسين؟ وفين سلمى؟